الشيخ يونس الهواري. الشيخ يونس الهواري قريب الشيخ همام من بعيد وعدو الخفي. بينا ما بينا لكن مش عداوة، اخلاف في المصالح، لكن هو شيخنا وكبيرنا. وانا شيخ بلد وحاكم بلد، وانتم عرب لا لكم في السياسة ولا في السيادة ولا في الحكم. اسمع أمري يا عربي ونفذها، واعلم ان بلدك وروحك وحريمك وولادك مرهونين بتنفيذ اوامري دي. لو غدارة واحدة راحت لهمام زي زمان عن طريقك، اعلم يا شيخ يونس ان انا حيتم ولادك والتزام البحيرة يتضاعف. تطلع من هنا تسأل على فرسي، تبوس ركابه وترحل، مفهوم؟ انصرف. عاوز جريدة خضراء. جريدة خضراء المولانا. نومها يا شيخ العرب. نام يا بنتي، نام يا بنتي، ما تتكسفيش، نام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. صدق الله. والأسماء العظام أن تخرج من جسمها يا لئيم. أقسمت عليك بالعلي العظيم والأسماء العظام أن تخرج من جسمها يا لئيم. اطلع 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 بقولك. هتطلع ولا لا؟ يعني يا نجس عايز تخرج من عينيها عشان تعميها؟ اطلع بالأدب ولا ودنها ولا حنكة. اختشي يا عقير. تحب مين؟ انت عارف دي تبقى مين وبنت مين؟ الظاهر الزوج مش نافع معاك. اسمع، اخرج من صباع رجلها الشمال. اطلع اطلع على حرقك. بقول لك اطلع اطلع لاجرى عليك. قلت لك اطلع 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 اطلع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شيل الجريدة يا ولدي. ما قدرتش يا ابوي، تقيلة قوي. شيلها وارميها في طشت مية. تقيلة قوي. شيلها. واه دي تقيلة صح. تتغطى وتنام وتصبح رايق ان شاء الله. كتر خيرك. جن مكفي نظرها من يوم ما اتولدت وهو عاشقها. كتر خيرك يا عم الشيخ، وفوت حلوانك. كتر خيرك، هتروب وتشفى ان شاء الله. اسمع، انت لا دخلت بيتي ولا شفت بنت عيانة ولا نظرتكم يا ابوي. لو حد سمع ولا حتى بنت ما رجتش، انت عارف. يلا توكل. ايش العمل يا شيخ يونس؟ قسما بالله لو همام نهش قلبي برضه اولاد عمي، وان كان بيني وبين ماكين وانتوا عارفينه، لناقف معيه
ونساعده في وجه راجل الأهني زي علي بيك. أهنك كيف؟ وأهنا كلنا. هتكتب اللي حنمليه لك وحتبعته الهمام مع الهدية. اللي بدأ طريقي يكمل يا شيخ اسماعيل. ايوه صح، يونس شيء مرسال. ما يصدق الدور دي زي كل دور، مرة يصدق ومرة لا. بدر جاهز للمشوار البعيد. جهز له ما يلزم من هدايه وشيء. حاطط أمل كبير على المشوار دي يا اسماعيل. وما تنساش طوب حرير أخميمي كبير. السلطان هيحب الحرير الأخميمي جوه. خير يا هانم، شيعتيه لحضرتك. خير يا شيخ عرب، انا علمت ان حضرتك بنيت لي بيت وانه جاهز ولازم انقل فيه. ايوه هانم، هيعجبك قوي. انا الحقيقه يا شيخ عرب، وارجو ان كلامي ما يكونش فيه اي اساءه ادب. امر يا هانم اتكلم. انا مبسوطه في البيت ده، حاسه فيه بالرضا ومش عاوزه اسيبه. طلب سخيف معلش، خلاص براحتك، ده بيتك وانا مستعدة انقل البيت الجديد في اي وقت لو وجودي هيضايقك. لا يا هو طلب غالي صح، بس انت اغلى. خليكي في بيت الشيخ يوسف، بيتك ومطرحك. مدام ارتحتي هنا انا ما اجلش راحتك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيوط بوابة الصعيد اسماعيل، يملكها يملك الصعيد كله، ومن مطرح رجلي هنا لحد بوابة سيوط مع وص طير في السماء يجبل من غير علمي. كله يطل من بحر، وكله يعرف ان يجيب لي ده عاره اللي لازم يحميه، وبحري عمره اللي لازم يجنيه. بالراحة يا همام، وخلي بالك على روحك، ده انا جلجان عليك. انت زي ما تكون عيان. عيان بالقهر يا ود عمي، وجعان الخيانة، عاوز علي بيه يعرف جريمته، واللي بدا شيء يقرع جابه. نردها له ونعرفوه مقامنا، وبعدين نقعد ونتحدثه، لكن حرب من غير نهاية لا. عملته بنية خالصة وقلب سليم، وهو ضحك علي وانا كفوها للنهاية. نهايته ولا نهايتنا؟ خبر ايه يا اسماعيل؟ مرة تبقى شزيع ومرة تبقى خايف. اثبت، ده انت يدي ورجلي، ما تهزنيش، املك حالك. اعرف اخرتها وبعدين املكه. اشف غليلي وهز عرشه واطلب الامان. واه، ده مشوار بعيد قوي. ولو كان فيه عمري، فهم؟ ما فهمش. شوف يا همام، ما فيش حد اقرب لك مني. هتخلي غرضك جواك ولا تقول لي، ولا امشي وراك اعمى؟ غرض المنيا يا اسماعيل، وعند المنيا نضرب وصول كبير ببوابه اكبر من بوابات المحروسه، ويبقى هو في قلعته في بحري واحنا في قلعتنا في جبلي، وتوقف الايام عند كده. واه، عاوز تفصلها نصين؟ عيالنا عادوا مرجلتهم، يا يخلوها بلد واحده من جبلي البحري يا يضيعوه. اللي مقعدك هنا؟ المكان ده جميل وعجبني. طب قومي من هنا دلوقتي. اقوم ليه؟ في ناس جايين يأذوك وياخدوك من المكان الحلو ده. طب واعمل ايه؟ بصي، ورا البيت في بير، تيلي منهم ولفي حوالين البير وندمي عليهم. وانا هشوفه ازاي في الضلمة؟ اهم جايين، قومي يلا، قومي دلوقتي. في علامة؟ طيب جار البير في نخلة قصيرة، قومي دلوقتي يلا قومي. Thank you.
طب انت ايش عرفك بالبير القديم دي؟ متغطي من قبل ما يموت الشيخ يوسف بسنين. ربك اسراره كبيره يا شيخ همام، ما بيسيبش حد. يعني الحكايه دي جت في راسك كده من عند ربنا؟ كله من عند ربنا يا شيخ همام. سبحان الله، الله يرحمك يا شيخ سلام. كان يحب وهو صغير يقعد على البير ويدلدل رجليه، والشيخ يوسف غطاه خوفا عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. طب يا ابوي الواحد كده ما يشيعش حد يحرسك، ده انت اللي تحرسينه عاد. الحمد لله. الحمد لله. طيب استأذن انا. اتفضل. واحد فطس والتنين فهم النفس. لمتهم شيخ العرب؟ لا، لبسوهم لبس حريم وشيعوهم مبلولين كده زي ما هم، ويبقى معاهم واحد كل ما ينشفوا يدلقوا عليهم مية عشان يفضلوا مبلولين كده اللي مشيعهم. واعلم يا ولد عمي ان علي بيه شيع لنا وحذرنا ان احنا نتعاون معاك بأي طريق، ورفضنا وإن كان القلب فيه جليل من عدم الصفا وفي العين جشاية من تلاكم، لكن أنت أعز من الغريب وكرامتك من كرامتنا، وشياعنا رغم أنفه ليكم السلاح، وأرواحنا ليكم ترخص يا كبرنا. الله يدم حمام والرهان على القريب كسبان. جميلك مردود يا شيخ يونس. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République Française, notre connaissance est que le pied est prêt pour rentrer notre civilisation en Égypte pendant les 40 années à venir. Le bête russe manipule toutes les autorités pour infaiblir et tous les mamaliques qui sont en coalition avec l'ami de Rousse, Ali Bek. رايقة. هتقوم وتبحلق وساكتة. يعني زي ما هي. ايوه. افكري بالك، هنطلع مع همام طلعة كبيرة، وحغيب كتير. خير. حرب كبيرة جوي. استر يا رب. أخوكي عينه طلّة البعيد قوي. وانت جار ولا لا؟ ما قادرش أبعد. أنا وهمام زي اللحم والعظم. ربنا معاكم. درويش كبر، شفت النهارده راجل. راجل من الظهر راجل. لو عاوزة تيجي معايا الدور ده ينفع، لفتي ما هتكونش كتيرة، ألف الصعيد كله. لا ما عاوزهاش، عاوزاك فضيل وعاوزة عنيك من غير هم. ترجع منصور ورايق يا همام. أهرب ما تخافيش، هوقف قدام البيت ديش بحاله مش حرس. صالحة تخاف؟ صالحة تحرس البلد كلها، ما عاوزهاش ولا نفر، ما فيش أي حاجة في الدنيا دي كلها تخوفني. حقاش أقوم ملقاك الجاري على المخدة، هي دي بس اللي هتهز قلبي وتخلي ركب تخبت من الخوف. لكن أمر الله. هتزعل لما اغيب عنك؟ هموت يا ام. عارف عارف عارف، ما غيبتش عنك كتير، والدور دي غيب هيطول شهور. على راحتك، مادام رايح في الحج خلاص روح، ربنا معاك. خايفاش علي؟ اخاف عليك لو باغي. يعني اي مره
عذرا جيلها جارة. عاوزك جاري برضاك وراح بالك، وانت لا هتكون راضي ولا بالك رايق غير لما تاخد حقك يا اما. ربنا يطمنك يا بنت عمي، ريحتيني. اللي في الصالح اعمله، وانا ماليش كل في صالحك. جدع يا صلاح، المرة الزينة تشجع جوزها على الحق، والمرة العفشة تقول لجوزها لا خلي تجاري بك تمشي عيالي. ربنا يرجعك منصور لينا. يا رب يا صلاح يا رب. همام شيخ عرب الصعيد يا ساتر. لا مؤقتا مولانا، لسرعات همام مع علي بك الروس ممكن ينهشون السلطنة. لكن همام صديق قديم يا ساتر. نفوذه فعلا لو زاد يا مولانا مش هنقدر نضمن طموحه، وهو في النهاية عربي، والمماليك احنا عارفينه وقادرين نحجمهم افنزم. الراجل طالب ايه يقلقنا؟ هو طالب مساندات وطالب تجديد التزام. نعلق مساندتنا ليه يا مولانا، لانه في صراعه مع علي لو قدر يوصل للمحروسه هتتغير خريطه مصر كلها، وجود عربي في المحروسه يهدد الجميع مولانا. والرد؟ نخلي المرسال شهر ونمطله وبعدين ترد الرد المناسب. هنشوف. اقعد انت دلوقتي شيخ عرب لحد ما ارجع. هتقعد في المجلس مطرح، تشوف شكاوى الناس وما تظلمش حد، فاهم؟ فاهم. تخلي اخوك جارك على يمينك، وتوجه للكبير والعجوز يقول شكوته وهو قاعد ما يوقفش، فاهم؟ فاهم. جوا البيت كلام امك ومرت ابوك يمشي عليك، ترجع تاني العيل الصغير اللي عايز مع الكلام، ما تعملش عليهم شيخ عرب. حكيم انا عارفك. حاضر. اول واحد يصحى في البيت ده انت، وتصلي الفرض بفرضه، الهيبه مش بالزعيق ولا بتشويح اليدين، الهيبه انك تقعد تسمع زين وترد زين، وحسك يبقى عالي قلقان ولا واطي خايف. حاضر. تقعد ويدك في يد اخوك، وتقوم ويدك في يد اخوك. حاضر يا ابوي. أمك ومرت أبوك وحطان البيت وتراب فرشوط في عينك، تدافع عنهم بجسمك وروحك، وإوعى تبدل روحك عن ناسك. ولو رجل غريب داست أرض بيتي يبقى أنا ما عنديش واد اسمه درويش، فاهم؟ فاهم يا أبو. وش معنى هو ياخد المفاتيح؟ عشان هو الكبير. وما سمعتش قولي تشمعنا دي تاني؟ اشمعنى؟ امشي دلوقتي يا درويش. عشان اشمعنى دي طلعت ابليس من الجنه، زي ما هتطلعك دلوقتي وتمشيك من قدامي. يوه اوقف عندك يا واد. انت واخوك واخوك الكبير حاجه واحده، حته واحده، بس كل واحد له عازه. وزي ما انا وصيت اخوك عليكم عشان هو الكبير، انا كمان هوصيك عليه. وفي مصلحة كمان عاوزك انت اللي تعملها، ما قلتلوش هو عليه. صح. ايوه صح. قلت عاوزك عينك تبقى مع اخوك، لو لقيت حد بصص له بصة مش حلوة تقول له، وعينك ما تغفلش عنه دقيقة واحدة. هو اخوك الكبير وابوك في غيابي. قلت ايه؟ حاضر يا ابوي. وانت كمان خلي بالك من امك ومرت ابوك، الكلام ده سر بيني وبينك. ها؟ اتفقنا؟ اتفقنا. Elle ne reste qu'aux provocations des Arabes qui prétend que l'élimination de celui-ci est profit de tous. Et cela ne serait pas danger de notre ambition envers l'Égypte. Mais les Arabes ont l'intérêt national, les racines dignes et historiques.
Ils ont leur popularité et des racines historiques qui fait une communauté digne et forte depuis des années. Elles ont semé les querelles dans ce pays. L'objectif de Hammam est faire retarder de rentrer notre civilisation en Égypte dans les délais illimités. On vous prie de suivre la suite et répondez. نعجل وعاد ونبطل بكى. حاضر. عجلك وفاة من طول النهار والليل. سلام عليكم. ما تمشيش. همشي يا ورد. الرجالة واقفة مستنية برا. يقولوا طول مع مرته ليه؟ لا ما تمشيش. سلام عليكم عاد. لا. لا. أنا قلت لا. وبعدين في شغل العيال الصغير دي. يا مرة أكبري. وبعدين. يا ورد ليه؟ ادعي له يرجع علينا بالسلامة. غصب عني والله. أنا يا غلبانة وقلبي مش ساكن. ليه همام؟ ليه مهملنا الدور دي؟ وهتكون هتغيب كتير. كده كل حاجة ولها سبب وأنا قلت لك. رايح حرب وهتكون لها دوبة بكيس. أنت فاكرة الدنيا إيه؟ حديد وأكل وجلع وخلاص. قلقانة عليك يا حبيبي قلقانة. روح أنت معك ربنا. لا ما يروحش. عيالك الصغيرين أعجل منك. ما تخافيش ربنا موجود وحكمه غالب. سلام عليكم. هنفت معاكم بلد بلد وإمارة إمارة. كل بلد يطلع منها ديش تلتو يفضل فيه وتلتاي معاي. عاوز الصعيد كله في يدي. جابر فين؟ اسمع يا جابر، عاوزك تعمل اللي ما يقدرش يعمله السيف ولا الغدارة ولا المدفع. عاوز حسك يلف البلاد يحكي عن حرب الكرامة، حرب الأصيل مع الخسيس، حرب الشرفة مع عديم الجدود. عاوزك تحكي عن الخيانة والغدر. عايز الناس كلها تعرف ان همام والجيش احمد الهواري كان على حق. غرضه كله كان الحق لا اكثر ولا اقل. لحد ما نشوف مين هياخد حقه والزمان هيعاكس مين. عاوزك يا جابر تشد سبيبك تحمس سجعان تقول لعدونا ان الصعايدة هياكلوا عدوهم هياكلوا عدوهم وهو حي صاحي. عايزك ترعبهم. السبيب واعر على العدو. صح يا اسماعيل؟ الحرب سيوف وغدارات ورجاله وعشر فرسان يحموا جابر ويحوشوا عن الموت عشان يفضل حسه يلف البلاد. عايز حمايه زي الولايه. يعني ما حاربش زي الرجاله يا شيخ العرب؟ انت حكايتك اكبر من كده. انت حكايتنا لازم الناس تسمعها وتعرفها. انت اللي حماس الرجاله يعلى بحسك ويقل بغيابه. انت يا جابر لازم تهز العدو تضعفهم وتقوينه. حاضر يا شيخ العرب. حاضر. بس عيالي هسيبهم عندي بيه. عند امهم. امهم. امهم هملتني وراحت لحالها. طافشه. خليهم عندي يا ولدي حتى ما ترجع. في بيتي. روح يا جابر، روح وشيعهم. واسبقني بالفرس على جرجة. حاضر يا شيخ العرب. Thank you.
جابر لو جرى له حاجه يا اسماعيل يبقى انت قصرت. وانا ماله من الارواح؟ الارواح في يد اللي خلقها. انا اقول لك جابر مصلح للديش كله. احنا رايحين نحاربه ولا رايحين نحرس ابو ربابه؟ ابو ربابه دي بمقام نص الديش. طب كنت شيعت تنين بربابتين بدل الحروب. ضحكتني والقلب ملوش غايه. يا اسماعيل الهربة هتطول وناسنا يحبوا اللي يحمسهم، وهتشوف عز الجابر ديه في نفوس الناس كانه السحر، وهيقول على الايام والليالي محدش عارف حصله ايه في الدنيا بعد كده. جابر في حمايتك. وانا مش شغلة حماية حرق ابوه. شغلتك حمايتنا كلنا وجابر من ضمن. ماشي، فورت دم يا همام. عايز البحيرة تبقى عبرة الهمام يا ابو الدهب. أوامرك بك. عايزة تبقى كوم تراب محروق. تكبار نجح حمادي وأرجى رجاله. الحرب اللي داخلها دي مش حرب أنا بس ولا حرب ناسي وقرايبي، دي حربنا كلنا رجالة وحريم وعيال. أنا عارف إنكم معاي وفي طوعي بالحب والرضا، ومش هتقولوا لا عشان أنتوا رجالة. لو همام اتكسر واللي إحنا فيه ديه راح، والله ما تعلموا يا مشايخ العرب هيعملوا فيكم إيه. السلام عليكم. الخطبة الأولانية قلنا فيها احنا مين؟ الخطبة الثانية عن الكرامة يا مشايخ العرب. أنا جيت هنا خميم مخصوص عشان عارف مين هم أهل خميم، أحسن ناس، وهم أهل الكرامة. الكرامة عند الصعيدي أعز من الجود. قيمتنا وكرامتنا عنا بالدنيا. كرامتكم خلت الغيرة والحسد كانوا قلب الغريب. المملوك اتباع في السوق بفلوس، وعاش يتباع من راجل لراجل كيف الجواري. ولا من الكرامة ولا من الشر ان العبد يحكم سياده. المماليك عبيد وانتم احرار. وانا من هنا من فوق المنبر اهو هطلعكم على كل حاجه، لانه ما فيش خميم وفرشوط وطمع ونجح حمادي، كلنا واحد. العبد شيع لسياده عاوز كرامتهم وحريهم وارضهم. هو شيعني وانا رديت عليه بلسان كل واحد فيكم. ومن بيت ربنا اقول لكم احنا اقوياء بكرامتنا، اقوياء باصلنا بجنوننا. احنا الخير واحنا الاقوى ومعانا الحق. انا جيت النهارده عشان يبقى دعوتنا في صلاة الجمعة يا رب جمعنا وما تفرقناش. آمين. واجعل قلوبنا أقوى من الحديد. آمين. ويدنا أسد من السيوف. آمين. وسلاحنا في رقبة عدونا. آمين. المماليك كسروا أيوب بيه وملكوا جرجل، وكرنك منهم جزء والباقي كمل على سيوط. الحمد لله، ربنا يكمل مشوارنا على خير. ارتاح انت يا شيخ العرب واحنا نكمل، لفيت كتير وما ارتحتش. كبرت انا اياك وانت اللي لسه شديد. معاكم لاخر مرفع يا اسماعيل. يا ابوي انت الكبير واحنا شغلتنا نريحوه. راحت في كده ما ارتاحش لما اوفي غرضي. مرسال السلطان لسه ما ردش؟ لسه يا شيخ العرب. فات شهرين ولسه الغايب حجته معاه.
نايم ولا صاحي يا شيخ العرب؟ صاحي يا اسماعيل. تعال اقعد. مال وشك؟ ماليش. كمل نومك وارتاح وفي النهار نحكوا. قول في ايه؟ انا النوم معاديني. من يوم ما طلعت من فرشوت ما زرنيش الا ضنين. البحيره كوم تراب ويونس ولاد عمك عظم الله اجرك فيهم. لا اله الا الله. لان ربنا اسماعيل موجود ما يروحش. اللي عند المخلوق من حبوب مردود. وعلي عيد الحطف في قلبي اكتر وما هرجعش غير لما النار اللي وليها دي تحرقه. اقعد، انت رايح فين؟ كان من طريقي على طمه. اقعد يا همام، انت ما قعدتش على هيلك وما ارتحتش من ساعه ما طلعت من فرشوط. الوقت ما يستناش حد يا اسماعيل. يا مرحبا يا مرحبا بطمه وناس طمه. مرحبا بيك يا شيخ العرب، خطوة عزيزة والله. الله يعز مقدارك. الله يحفظك ويخليك. بدر جه يا شيخ العرب وقال لي انه قاعد هناك كتير في القصر ما شيعوش معاه اي رد، وفي الاخر دخل على الخليفة وقال له يسلم عليك، وقال له قول لي همام يخليه في الصعيد وكفاية لحين النظر في الأمر، ونصح بعدم الحركة. فضل يا شيخ العرب، الغداء جاهز. لا مفيش وقت للغداء، أنا جاي ومكمل على طول. واه، وتردها لي يا شيخ العرب؟ طب علي الطلاق بالثلاثة من حريم الثلاثة، ما أنت ماشي من غير غدا. وعليه يا أبوي. حاضر، نتغدى، حاضر. غسل الحديد وقبل الوقت. أنا عاوز كلمتكم ورجالتكم وعاوز ديش من طمه. تلته يفضل هنا وتلتاي معاي. الحمد لله، كده الواحد ياكل. تفضل. الأيام شديدة، واللي يقدر على الأيام الشديدة الرجالة. وقسمة مرجع عن غرضي أبدا. وي 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 يا الله يا الله اسم الله. واه يا همام، قلت لك ارتاح، معاندني في كل حاجة حتى في روحك. الحمد لله، قدر ولطف. لسه في انفاس يا اسماعيل. شايل الحمل على قلبك ليه وانت ما عاوزنيش اقف في ورضي ليه؟ ارجع فرشوط واحنا كفوة، ولما نبقوا نموتوا يبقى بلدنا لسه بيك عمرانة. ما هسيبش ناسي وارجع أبدا. طب علي الطلاق من أختك يا همام، لا ترجع. ما تكملش وتقول أرجع فين؟ هتوقع يمين طلاق يا همام. أنا هكرمك في جلجة، أبقى في النص بينكم وبين فرشوط. ماشي، أهو نص العمى، بس ترجع دلوق. هكمل طيب معاكم لفة على البلاد. ارجع يا همام بدل ما أحلف طلاق تاني وارجع أنا فرشوط. صحتك عندي أغلى من الدنيا. حاضر يا اسماعيل، حاضر. ما تخافش، ما هموتش قبل معادي. ربنا يديك طول العمر. كيف أموت وأنت في ظهري كده؟ تعرف أنا ما عاوزش أرجع ليها عشان ما أهملكش. ما تعودتش أعيش بلاك يا ولد عمي. ارجع واطمن ونتقابلوا على خير يا ولد عمي. على خير يا اسماعيل، على خير. أنا هرجع مش عشان يأمينك وطز فيك وفخدي. أنا عشان أحبك بس، وعشان قاعدة في جلجي فيها مصلحة. بقول لك اسماعيل، جمع المماليك اللي تبعني عشان أقول لهم إن كلمتي ليك. يلا يا مرحبا يا مرحبا بالبهوات المماليك الرجالة. وفيتوا بالعهد والوعد وكسرتوا أيوب بيه، أنا كمان وفيت. ومن هنا أنا معاكم وقريب منكم وكافة مدد موجود ويمين معظم ما يحلهوش إلا الموت. ما سيبكم غير لما ناخذ بطار صالح بيه وناره تبرد. وإحنا على عهدنا يا شيخ العرب، وباقي المماليك على بواب أسيوط. آه لا
بكرنكين فين يا بيه؟ في منقباد يا شيخ العرب. منقباد؟ تمام. الكلمة هناك هتكون للشيخ اسماعيل، هي كلمتي بالضبط، دراعي ومطرحي، سلمته لسالي ومش لحد غيره، وانا مش بعيد، والمرسال بيني هيكون زرزور. كل به منكم هيبقى رئيس على رجالته، والمريسة للكل اللي به منكم ياخد امره من الشيخ اسماعيل. الشيخ عيسى بفرقته زي ما هو، وتحته الشيخ اسماعيل. الشورى والخطط وحركة الديش ووصول الحرب للبكوات صنعتكم، بس الكلمة في الآخر للشيخ اسماعيل. في أمان الله يا همام. انت ظهري يا اسماعيل ودراعي، اطمن انت وارتاح. في أمان الله. إلى متى يا شيخ العرب تميل إلى الوهم وتنتظر ما لا يأتي؟ بلغنا أمر وقوع شيخ العرب همام ووقوفه مرة ثانية، ولو كانت دي القاضية لأتتك الأوامر من أطفاله الصغار، وصار الشيخ إسماعيل الهواري يتحرك بإصبع صغير من يد درويش الغرير الذي لن ينظر إلى عمه إسماعيل باهتمام. ما زالت يد صديقك أبو الدهب ممدودة بكل الوعود، رغم أن تجريدتنا الأولى على بعد خطوات. الاوان قوم يا غفلان واصحى العدوك وكيدو، ان الاوان قوم يا غفلان واصحى العدوك وكيدو، واستقبلوا القلب مليان روحك ما هياش في ايده. شيخ العرب، مماليك الاستطلاع شافوا التجريده جايه ومعاهم عدد وسلاح مهول. ارجع مطرح. عيسى قطامش عاوز هجمة تحكي عنها ايام والليالي سنين. احنا جاهزين يا شيخ العرب. اكسروهم كسر. اوامرك يا شيخ العرب. عيسى خليك شديد. اشد من الحجر يا ولد عمي. اتوكل على الله. مناع في امرك يا شيخ العرب. لو جبت بارود غدرتك في صدر جابر لك مني فوق ما يحلم به خيالك.